السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل متتبعي قناة سعيدة العشري. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم فلان رويال المشهور عندنا في شمال المغرب، كنقدموه كتحلية في المناسبات ديالنا. فهو كيجي لذيذ ورائع وكذلك سهل في التحضير ديالو. اما القوام ديالو فكيجي متماسك كيف كتشوفوا، اما المذاق ولا اروع. كنتمنى انكم تجربوه، اكيد غينال الاعجاب ديالكم. فخليكم معايا حتى النهايه باش تعرفوا على المكونات ديالو وطريقه التحضير. فعلى بركه الله غادي نحتاجوا في المكونات ان شاء الله 1 لتر ديال الحليب، وكذلك 1 لتر ديال الكريمه السائله هلالا، وغنحتاجوا ساشي ديال فلان رويال اللي كيجي على هاد الشكل. فهادو هما الساشيات اللي كيكونوا في الكرتونه، واحد الساشي ديال فلان بودره، واحد ديال الكراميل اللي كنزينوا به. كذلك غنحتاج زلافه ديال اللوز اللي عندي محمر ومطحون، ونحتاجو جوج معالق ديال السكر سنيده، وكذلك جوج ديال الساشيات ديال فلان العادي او فلان شينوا. وعلى بركه الله غادي نوجد كراميل ديال السكر هو الاول. فكيف ما كتشوفوا على نار مهيله وضعت واحد المقله وعملت فيها كاس ديال السكر سنيده، غنوزعوا فيها بهذا الشكل وغنخليه يذوب على خاطرو. فملي كيبدا يذوب معايا السكر بشويه بحال هذا الشكل، كنبدا نحركو على المهل وناكد دائما تكون النار مهيله هكذا باش كنحصلوا على كراميل لون ديالو فاتح وما كيجيش محروق وما كيجيناش فيه المذاق ديال المروريه. فمن طبيعه الحال الكراميل ديال السكر تقريبا كل شيء كيعرف يعدل الكراميل ديال السكر، ولكن انا هاد النصائح كنعطيهم للبنات اللي اول مره غيوجدوا هاد الوصفه. فكما كتشوفوا ملي كيبدا يذوب السكر كنحركو بسرعه باش ما كيعملليش داك التكتلات او الحبيبات، كنضغط عليهم بالملعقه بهذه الطريقه حتى كنحصل على كراميل لون ديالو فاتح كيف كتشوفوا وما فيهش المذاق ديال الحريق. وهالكراميل ديالي وجد، غادي نصبوه في المول اللي غادي نعدل فيه الفلان، وغادي نحاول انني نوزعو فيه بسرعه لانه دغيا كيجمد. هاد الاثناء غادي نمشي نوجد الفلان، فكناخذ واحد الكاسرونه كبيره اللي كنوضع فيها 1 لتر ديال الحليب، وغادي نضيف عليه كذلك نصف لتر ديال الكريمه السائله. غناخد واحد زلافه وكنوضع فيها السكر سنيده، وكنضيف عليه داك الساشيات ديال الفلان اللي عندنا، فكنحركوهم مزيان مع السكر باش كنتخلصوا من الحبيبات اللي كاين في الفلان. وهذه الطريقه كنستعملوها حتى ملي كتكون عندنا كميه كثيره، فكذلك كنخلطوا الساشيات ديال الفلان بودره مع السكر، عاد كنضيفوه على الحليب والكريمه هكا باش كينسهل علينا العمليه ديال الانسجام، وكينسجموا هاد العناصر بسرعه وما كيتكونش عندنا تكتلات او الحبيبات. غنضيف اللوز اللي عندي محمر ومطحون، كنخلط هاد العناصر وغنوضع هاد الكسرونه على نار مهيله ونخليها حتى تغلى. وبطبيعه الحال مره مره كنحركو باش ما يلصقناش في القاع ديال الكسرونه. وكملاحظه فهاد الفلان ما ضفنالوش السكر بزاف، لان الكريمه بطبيعه الحال راها حلوه، وكذلك الفلان اللي استعملنا حتى هو فيه السكر، ولهذا اكتفينا غير بجوج ديال المعالق فقط. كما كتشوفوا هالفلان بدا كيغلي، فغنحيدو من فوق النار
وغنصبو مباشرة في المول اللي غادي نوجد فيه هاد الفلان. ومنين يبرد مزيان غادي ندخلو التلاجة نخليه ما بين جوج ساعات حتى ثلاثة حتى يشد راسو عاد نخرجو. فكما كتشوفوا انا خليته حتى برد مزيان في التلاجة، كنتأكد منه انه شاد راسو، كنحركو هكا باش كيتفصل الفلان على المول وكيسهل عليا انني نقلبو في الصحن ديال التقديم. فكنقلب عليه الصحن بهذه الطريقة وكنقلبو بكل سهولة. وكيف ما كتشوفوا الفلان كيجي رائع بداك الكراميل اللي وجدنا، والحبات ديال اللوز اللي كنا ضفنا له حتى هما كيجيو باينين فيه، فكيجي رائع في الشكل ديالو. وهنا في مرحله التزيين غنحتاج كيف ما كتشوفوا عندي تشكيله من الفواكه، كذلك نحتاج كأس من الكريمة السائلة اللي ضربتها مزيان حتى عقدت، وغنزين بالكراميل اللي كنت احتفظت به. كذلك نحتاج القليل من اللوز إيفيلي في التزيين. وفي الجيب الحلواني أو لابوش غادي نوضع الكريمة اللي عندي مضربة، وغادي نعمل بها وريدات أو شكيلات كيف كتشوفوا. وفي الوسط غادي نوضع واحد الكاب او الكأس، وغادي نعمرو بالكريمة السائلة اللي عندي مضربة. ثم غادي نبقى نكمل التزيين ديالي بالفواكه كيف كتشوفوا. غنستمر على هذه الطريقة حتى نسالي الفواكه اللي عندي كاملة، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي للفلان ديالنا. هذا هو الشكل النهائي للفلان ديالنا. صراحة كيجي راقي في الشكل ديالو، وكذلك كيجي رائع في المذاق. جربوه وزينوه بالطريقة اللي تفضلوا، وانا مأكدة انه غينال الاعجاب ديالكم، وكذلك وجدوه للمناسبات ديالكم، اكيد غيحمر لكم وجهكم. فاذا عجبكم الفيديو ديالي ديال اليوم، ما تنسونيش من اللايك والتعليق اللي كتشعلني انني نزيد القدام. واذا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة ديالي، مرحبا بكم، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله.